فضيله الامام تحدثنا عن التنكر والمقاطعه ورفض التراث باعتبارها احد الاتجاهات في قراءه التراث هل هناك اي اتجاهات اخرى ايضا قبل ان انتهي من بيان هذا الاتجاه يعني كلمه سريعه انه صاحب ذلك يعني النداء المشهور وهو ان اللغه العربيه لغه لا تصلح وأنه يجب أن أن الفصحى تنتهي وأن نبدأ في اللغة العامية والترويج للغة العامية طبعا ده لها يعني أخذت فترة مهمة جدا في يعني الحمد لله مصر يعني تماسكت فيها وفوتت الفرص على تدمير أخص خصائص الأمم وهي اللغة, اللغة العربية اللغة العربية آه. وأنا برضه معلش يعني مش ح... أنا أشعر أني أطلت لكن لا لا لا. بسرعة آه. أيضا يعني لما يقول مثلا الأستاذ سلامة موسى أن اللغة العربية هي لغة بدوية لا تكاد تكفل الأداء إذا تعرضت لحالة مدنية راقية كتلك التي نعيش بين زهرانيها الآن فها أنا ذا في غرفتي لا أعرف كيف أصف أثاثها بالعربية ليه؟ لكني أستطيع إجادة وصفها بالإنجليزية إنها لغة ميتة لغة القرون المظلمة لغة الشرق السخيف إنها كارثة إن الفصحى في اعتقادي كانت لغة الكتابة فقط أي لغة ميتة حتى في زمن ظهور القرآن ولكن تعليم العربية في مصر لا يزال في أيدي الشيوخ الذين ينقعون أدمغتهم نقعا في الثقافة العربية أي في ثقافة القرون المظلمة فلا رجاء لنا بإصلاح التعليم إلى آخر يعني هو, هو كان يكتب باللغة العربية هو كان يستخدمها طبعا يكتب دموقع. باللغة العربية ولكن آه. يعني هذا كان مخططا مم. فعلا ومخطط استعماري بامتياز فكل ده كان يعني مطلوب فهذه هي أو هذا هو الاتجاه أو المدرسة التي تعاملت مع الاتصال الحضاري مع الغرب وموقفها من, ودعت من إلى التنكر والتنكر والقطيعة التامة ونلبس زي ما يلبس الأوروبيين ونتزوج زي ما الأوروبيين والمرأة كما هي في الشارع الأوروبي هنا والشاب وهكذا الاتجاه الثاني هو أيضا في نفس الخط لكن استفاد من سذاجة الخطة الأولى وهي مواجهة الناس أو مواجهة الشعوب بتسفيه مقدساتهم فبدأوا يعني خطة جديدة هي هدم التراث من داخل التراث وهذه التي نرى لها ذيولا حتى الآن موجودة اللي هو شتيمة التراث وإهانة التراث تضاول على التراث ده جزء من هذه الخطة هؤلاء هم الذين قالوا آه ما علاش تراث أهلا وسهلا لكن يخضع للنقد ويخضع للتبديل وده تراث تاريخي ده تراث يعني بشري ليست له قداسه لانه لا يوجد في هذه المدرسه نص مقدس حاجه اسمها تفكيك المقدس اه تفكيك المقدس, المقدس, المقدس آه. أو, او نزع او تجريد يعني تجريد النص تجريد المقدس طبعا آه. يعني او انسنه الاله كما يقولون ففي النهايه هو موقف لازاحه الدين من التوجيه من توجيه الحياة آه. هؤلاء طبعا بدأوا يدخلون في التراث ويتخيرون ما يمكن أن يعبثوا به يقولون مثلا الإله في التراث كلمة إله أو مصطلح إله في التراث آه نقبله أيام ما نزل القرآن على أن في إله لكن الآن يطور طيب طور يا سيدي نعمل إيه قال لك إحنا نأخذ الإطار أو الإسم بتاع إله طب المضمون هل هو الخالق القادر العزيز كذا لا تحط رغيف العيش احنا محتاجين الان رغيف العيش احتياجاتنا ايه مش احتياجاتنا ان انا عايز اعرف اله ولا ما اعرفش اله هذا الكلام اللي بقوله لك ده مكتوب في مجلدات هذه المدرسه ارادت ان تخرب من الداخل ووزعوا انفسهم مدرسه متمركزه في المغرب ومدرسه متمركزه هنا ومدرسه مرتكزه في الشام يعني احنا طبعا يعني في 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 رمضان ولا نريد ان نزعج الاخرين ولكن هذه حقائق ويجب ان يعلمها يعني شبابنا الذي يريد ان يتعرف على هذه المشكله. المدرسه الاخيره بقى اللي هي احنا بنقول يا ريت كانت هذه المدرسه عملت صلح بين الاثنين من زمان وده اللي حاول يعمله الامام محمد عبده لكن فشلنا فيه. المدرسه اللي هي مدرسه تجديديه. وهي التي ترى ان التراث يتجدد وان التجدد هو بناء على القديم. وليس هذا آه لا تجدد البيت وده, وده شيء معروف حتى مع الـ يعني مع الـ الـ السباك والنقاش والبنا والكل الناس البسطاء يعني في معارفهم تجدد غير آه احلال و و وتجديد. يعني ما نقولش تجديد ان احنا نهد البيت طبعا فهم لا ما هم ده يعني مدرسين هدم البيت اولا هدموا يعني من داخل يا هدموا من اني يعني اثور الناس عليه واصل بهم الى نقطه ان يقتنعوا ان هذا التراث يجب ان يلقى في سله المهملات ولا تزال عبارات من هذا ان مثلا البخاري ده يلقى مش عارف في ايه دي مواريث دي شديده آه يعني جديدة الطريقه اللي بتعرض بها هذه الحجج دي هي طريقه آه يعني شديده الابتذال الحقيقه طبعا لأن يعني طريقة ما هو أن القرآن متخلف وسبب في تخلف الأمة كذا دول أبائهم أو أجدادهم أنا وهؤلاء ينتمون إليهم ويستخدمون بعض عبارات مثلا كتاب زي الكتاب الإمام البخاري شغال والناس شغالة تيجي تقول إزاي أن دا يلقى في سلة المهملات إلا إذا كنت أنت إنسان تجهل تماما معنى التراث وتجهل حتى ما يحيط بك من امور يعني يدركها الطالب اللي في الاعدادي او الثانوي، لكن هذا مقصود. المدرسه التجديديه هي البناء نشوف ايه الموجود في تراثنا ينفعنا الان وهو كثير والحمد لله، ثم بعد ذلك نشوف احنا او نرى او نفكر نجتهد في الامور التي يتطلبها او تتطلبها حركه الزمان. أو حركة التطور ولكن في الإطار الأخلاقي في الإطار الأخلاقي الإطار التراثي الإطار لا أتحدث عن الـ يعني المضمون أنا أتكلم عن إطار يعني لا تجدد في شيءٍ يصدم الأخلاق مثلاً لا تجدد في شيءٍ يصدم أن هذا حرام كما حدث في أوروبا حدث في اوروبا طبعا العلاقات الجنسيه دي مضمونه بل ليتها وقفت عند العلاقات الجنسيه وقفت عند الشذوذ الجنسي الرجل مع الرجل والمراه مع مع المراه واصبح لها قانون يحميها وللاسف الشديد ان كثير من المؤسسات الدينيه اضطرت لان تتبنى هذا الانحراف في الغرب في الغرب طبعا واضح يعني انا لا اريد ان استرسل برضه لاني اريد ان يكون هذا البرنامج ربما يعني اسمعه انا اريد ان اكون قدر الامكان لست صادما ولكن احنا عندنا مشكله تمسنا وبنعاني منها الان م. فاحنا نتحدث في اطار هذه المشكله يعني شوف الانفلات من الدين جعل القبيح حسن جعل الشر خيرا يبقى اذا هذه الضوابط العقليه المطلوبه في التجديد يبقى اذا هذه هي الضوابط العقليه المطلوبه في التجديد. في التجديد ضوابط آه، الضوابط العقليه دوابت العقليه او ضوابط نعم انت انت تحت حلال اصنع ما تشاء وهو واسع آه. لكن مثلا ما تقوليش والله انا آه خلاص يعني زي ما بيقولوا دلوقتي ان زحمه الحج دي زحمه كبيره وزعني الحج على شهور السنه. لا ما ينفعش الحج اشهر معلومات دي مرفوضة ده ده تخريب للحج اشهر معلومات لانها تخريب تمس النص تخريب النص آه. مش انه ده تجديد في النص مم. فالنص والحمد لله النص يعني عنده تكثيف رهيب للتقدم ولمتابعة التطور وللتخفيف على الناس والتيسير على الناس لانه منصوص على التيسير على الناس فالنص الحمد لله قابل لكن مش لدرجة انك انت يعني تجدد تهدم النصوص وهكذا يعني مثلا الان كلمه جددوا في الدين احنا قلنا يا اخواننا نعم نداء التجديد في الدين او تجديد الخطاب الديني ده كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم من 1438 سنه لكن انا اعترف بان هناك معوقات هناك كوابح من ناحيتين من ناحية التشدد في فهم الدين وده يعني هذا النقيض الذي خلقه النقيض الآخر وهو هدم الدين لأن الاثنين دول ما دام قلتوا هدم الدين وما دام قلتوا القرآن تخلف لا احنا بنقول القرآن ما فيش غيره وبحرفيته كمان فده مدرسة هنا ومدرسة هنا نجتهد في تفسيره نجتهد في تفسيره لكن يميلون إلى ظاهر وحرفية القرآن وده مش مطلوب. اه لان القران مش مطلوب، هذا برضه يعني نفس الجريمه بتاعت اللي هنا حقيقة، يعني اللي هنا يقول لك الغي القرآن تمام انت بتقول لا حط القرآن بحرفيته ويصدم الدين كلها مش مشكله. عملتها. من المقصر يا فضيلة الإمام؟ بصراحة شديدة، من المقصر في غياب تجديد حقيقي للدين؟ الجميع مقصر. الازهر من بين هؤلاء؟ طبعا ما هو الازهر يعني صدى للحركه الثقافيه موجوده في البلد. ولكن الازهر دائما ينبه على خطا هذه المدرسه وخطا هذه المدرسه. نحن نعلم ابنائنا طبعا العلمانيه المغ... ال... 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 يعني المتطرفه والمتشدده اللي تحدثنا عنها ونقلنا بعض نصوصها هنا ننبه عليها وندرسها على انها عندها نوع من خيانه الموروث. أه ايضا هذه المدرسه عندها نوع من تجميد الموروث وتقديمه على انه عاجز وغير قادر على ان يفيد الناس. المدرسه اللي في الوسط هي المدرسه التجديديه، مدرسه التجديديه زعيمها محمد عبد لكن منذ البدايه وزعيمها الشيخ حسن العطار، انا ادل الشيخ حسن العطار لانه هو دا العقل الازهري اللي هو يعني وما خدش حقه من الـ من الـ من الدراسه حقيقه، لانه مطلوب التعتيم على اي مجهود ازهري او اي اضاءات للازهر، آه هذه المدرسه التجديديه هي المرشحه الوحيده لانقاذ الامه من هذا الصراع الذي وقعت فيه، ولا اقول من الانقطاع الحضاري، نحن اكرر لسنا في حاله انقطاع حضاري وإنما نحن في حالة اضطراب في توصيف أو في تحديد هوية هذه الحضارة وعلاقتنا بها. يعني فضيلة الإمام الحقيقة ربما أشرنا قبل قليل إلى مخاطر هذا التناول للتراث وأيضا في هذا الكتاب الثري والغني تطرقت فضيلتك إلى تأثير يعني هذه القراءة للتراث على إيمان الفرد هل يمكن أن يؤدي هذا إلى الإلحاد؟ أولاً المدرسة التي تعرضنا لها ولا تزال لها زيور حتى المدرسة الرافضة مم. للأسف الشديد لا هي قارئة في التراث ولا قارئة في الحضارة الغربية هي تستورد أشكال وصيحات وشيء من هذا القبيل أيضاً المدرسة المتجمدة أو الجامدة هذه المدرسة أيضاً عاجزة عن اكتشاف ثراء النصوص أو معلش باللغة يعني عاجزة عن تفجير ما في النص من إمكانات لا نهائية لمسايرة العصور. وده شروط التجديد بقى؟ ده شروط التجديد ده شروط من يجدد؟ التجديد. من يفسر؟ من طبعاً لكن الذي يفسر أو الذي يجتهد والآن هي الموجة الجديدة هؤلاء الذين يعني ليس لهم قدم ثابتة في التراث لا التراث المعقول ولا التراث المعقول هم الذين يقودون مركبة التجديد وبالتالي سينحرفون انحرف هؤلاء وانحرف هؤلاء فهؤلاء طبعا يعني يريدون الانقطاع ويريدون التعمية وهؤلاء يريدون شد هذا العصر إلى عصور سابقة مدرسة التجديد الاثنين دول ممكن يأثروا يعني الشباب الفارغ ثقافيا واللي هو, هو غير قارئ طبعا شيء طبيعي دلوقتي انا الا اجد ناس كثيرين يفهمون لغه التراث او يعني يستوعبونه شيء طبيعي ان هذا الانسان اللي ما عندوش مناعه مختطف يختطف الى الالحاد، هنا يختطف الى الالحاد وهنا يختطف الى التطرف. يعني إذا الإفراط في نقد التراث على غير علم يفتح بابا يفتحوا على باباً الإلحاد. إما إلى الإلحاد وإما إلى التطرف, التطرف. يعني إذا الإفراط في نقد التراث على غير علم يفتح بابا يفتحوا على بابا. الإلحاد إما إلى الإلحاد وإما إلى التطرف, التطرف. ما في ذلك ريب كذلك جعلناكم أمة وسطا فالإسلام إما أن يكون وسطا وإما أن لا يكون ولذلك يقولوا الإسلام <applause> الإسلام الصحيح فيش حاجة اسمها إسلام صحيح وإسلام خطأ في إسلام فهو وسط انحرف يمين ما إسلام يبقى تطرف يبقى حرف شمال يبقى علماني ويبقى فمع العلم بأن أنا لا أرى يعني مشكلة والله في أن الجميع يعني نتنادى جميعا ونلتقي وده اللي عملته أنا مرتين مع أو ثلاث مرات مع السادة المثقفين تعالوا يا أخواننا إحنا ما فيش بيننا لا يوجد بيننا ما يدعو إلى إقامة حاجز من الخوف والتوجس وأنك أن أول ما تبدأ نشاطك على الجرائد ولا في تهاجم الازهر وانا ابدا اول ما ابدا نشاطي اهاجم تعال نشوف الوطن محتاج ايه مصر محتاج الفقراء محتاجين ايه واحنا حنلتقي في الوسط العالم الاسلامي ككل عن... وحنقدم خدمه للعالم الاسلامي بل والله للعالم الـ الـ الاوروبي لانك لا تظن ان هذا يعني التسلط الدائم على حضاره الشرق سوف يريح حضاره الغرب مستحيل 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 مستحيل, مستحيل. لابد ان هذا هذا الطريق بائس وسينتهي بنا اما الى الارتداد الى عصور الهمجيه واما ان يعني تبيد الحضارتين. و و و و يعني وهذا انقطع فرص يعني اندثار الحضاره الاسلاميه من هذا جاهز وممكن ان يحدث ممكن ان يحدث. حتى فيما يتعلق بالحضاره الاسلاميه؟ حتى طبعا بالحضاره الاسلاميه والحضاره الغربيه وخاصه ان نحن يعني ازمه هذه المخاطره الرهيبه دي اللي يخشاها حكماء الغرب في ايدي يعني ناس ممكن تنقصهم الحكمه في بعض الظروف دول بقى دعاه التنكر للتراث وقطيعه التراث ودعاه التسلط وفرض حضاره على حضاره اخرى آه. قد يحدث هذا كذلك في الغرب كذلك يعني اذا فتحتم بابا للحوار مع منتقدي التراث والمختلفين مع الازهر على الرغم من انهم يزعمون ان الازهر او علماء الدين يحتكرون الحديث في القران وفي النص يا سيدي المساله مش احتكار المساله, المسألة ان هذا الدين علم ولذلك هم برضو من الحاجات اللي يضربوا فيها يقول لك لا الدين كله ده مش علم ده ليه لان لو علم هيشترط واحد متخصص في العلم هو مش متخصص والله اعلم جايبينه من فين او بي 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 بيشتغل ايه ده حاجه تانية يعني الان حضرتك أن الذي يفهم التراث الان للاسف الشديد آه يعني آه او الذي يتبنى الفهم الان هي مراكز غربيه مراكز غربيه لان مراكز حفظت هذا التراث وعرفت قيمته وكثير من المستشرقين المنصفين يمدون حياتهم عن رضا وضيب خاطر في هذا التراث هنا حصل الان اغتراب بين الشباب الجامعي الان اقتراب من هذا من من على هذا التراث، حتى مش كثير من الاساتذه قادرين على الابحار في هذه الكتب او في هذه العبارات لان, لأن التراث انا احيانا اتوقف والله كيف كيف استطاع هذا المؤلف يعني ان يحشد او يضغط قاعه كهذه من المعاني في سطر حرفنه عجيبه جدا فضيلة الإمام في ختام هذا الحديث المهم في الحقيقة عن التراث والتجديد، ما هي رسالتك لمنتقدي التراث؟ أولاً ليس التراث فوق النقد، ولا يوجد تراث بالمعنى الذي شرحناه. ليس النص، ليس المتن الذي قامت عليه هذه الحضارة التراثية، ولكن التراث بمعنى الفهوم والعلوم والتي نشأت خلينا نضرب مثل الفقه والتفسير وشروح الحديث، كل هذه الامور قابله للنقد وقابله شيء طبيعي، لانها تتعامل مع قضايا وهذه القضايا تتغير من زمن الى زمن، ومن هنا احنا عندنا الاجتهاد مطروح، فليس لا يوجد تراث فوق النقد. لكن الذي ينقد هذا التراث يجب ان يعلمه اولا. أن يكون خبيرا فيه ليدرك أن هذا الجزء يجب أن يتوقف ونبدأ نطور مكانه أو نستحدث مكانه تحت القاعدة العامة وأنا من وجهة نصري أيضا الذين وقفوا بالتراث عند عصر معين وعند ظاهر معين هؤلاء أيضا يعني أظهروا تراثنا كما لو كان فقيرا عاجزا عن متابعه او عن ملاحقه الشريعه لمشكلات الناس انا من وجهه نظري معتقد تماما وربما اكرر كلام ناس غربيين ان التراث الديني او التراث كما يسمونه الميتافيزيقي العقلي لا يموت لانه فوق الموت